السلام عليكم، معاكم ميس إسراء. هناخد النهاردة بيولوجي لتانية ثانوي. هنتكلم النهاردة عن تجربة أنا عن نفسي بحبها جدا لأن فيها شوية تشغيل دماغ كده. التجربة دي بتاعت فانيل. يلا تعالوا معايا نبتدي التجربة مع بعض. أنا عايزاكم تستحضروا كده كأنكم قاعدين في اللاب وكأنكم بتعملوا التجربة عملية فعلا. هنتكلم عن التجربة الخاصة بفان نيل. فان نيل كان محيره دايما الأكسجين اللي بينتج من عملية الفوتوسينثيز دي ناتج من ايه؟ ناتج من الووتر ولا من الكربون دايوكسيد؟ احنا طبعا عارفين الإكويشن، اكتبوا ورايا الإكويشن بتاعت الفوتوسينثيز بروسيس عبارة عن ايه مع بعض كده؟ كربون دايوكسيد بلس ووتر، تمام، هيدينا، اعملوا الارو كده السهم، هيدينا كربوهيدرات، تمام، بلس ووتر بلس اكسجين. بصوا الاكسجين اللي في الاخر ده كان فان نيل بيفكر الاكسجين ده خارج من ايه؟ من الووتر، ما الووتر الاستراكشر بتاعها H2O، ولا خارج من الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد الاستراكشر بتاعه CO2، جاي منين؟ تمام. فجات له فكره ان هو يعمل تجربه على نوع من انواع البكتيريا، تمام. هتقولوا لي ايه ده بكتيريا؟ احنا مش بنتكلم في الليف وفي النبات ومش عارف ايه. البكتيريا دي فيها كذا ميزة بالنسبة لفان نيل. البكتيريا دي اول حاجة اوتوتروفيك، يعني ذاتية التغذية، مش محتاجة اي حاجة من بره، بنفسها بتحصل على غذائها، تمام. طيب، وفيها كلوروفيل، دي نقطة مهمة جدا، خلاص. كمان بدل ما بتاخد في الاول الووتر بتاخد بداله هيدروجين سلفايد، هيدروجين سلفايد، ركزوا معايا، اللي هو H2S، هيدروجين سلفايد. طيب الإكويشن بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن كربون دايوكسيد بلس هيدروجين سلفايد هيدينا الكربوهيدرات بلس ووتر بلس اس، واخدين بالكم؟ اللي هو السلفر. تعالوا مع بعض نشوف الاكويشن مكتوبة عشان نقدر نستوعبها. زي ما انتم شايفين فانيل جاب البكتيريا، تمام، اللي فيها كلوروبلاست اللي هي اوتوتروفيك، بينطبق عليها كل الحاجات بتاعه الفوتوسينثيس بروسيس، وعمل عليها التجربه، خلاص. لقى ان الهيدروجين سلفايد بيحصل له ديكومبوز، يعني بيتحلل او بيتقسم، خلاص، لهيدروجين، خلاص، وسلفر. سلفر ده خلاص بينزل كده تحت زي ما انتم شايفين في اخر الاكويشن، تمام. والهيدروجين بيعمل بيعمل ريدكشن، اختزال للكربون دايوكسيد عشان يحوله لكربوهيدرات. طيب جاب فان نيل لما حط الاكويشن دي مع الاكويشن بتاعه الفوتوسينثيس بروسيس، لقى ان الهيدروجين سلفايد ده موجود مكان مين؟ مكان الووتر، تمام، والسلفر ده موجود مكان مين؟ مكان الاكسجين. السلفر ده ناتج من الهيدروجين سلفايد، يبقى الاكسجين ناتج من من الووتر، فهو لوجيك كده، خلاص. هو افترض ان مدام السلفر طالع من الهيدروجين سلفايد يبقى على طول كده بطريقة يعني لوجيك كده ان الاكسجين طالع من الووتر، تمام.
بس احنا طبعا في اي حاجة علمية ما ينفعش ان احنا نعمل تجربة ونفترض افتراضات، لازم نأكدها. خلاص، هو صح فعلا الاكسجين طالع من الووتر زي ما هنا عندنا في البكتيريا. فانيل قال السلفر طالع من الهيدروجين سلفايد، يبقى لوجيك على طول الاكسجين من الووتر. بس طبعا العلماء لازم يعملوا كذا تجربة عشان يأكدوا معلومة معينة، ما ينفعش نحط نظريات وتأكيدات علمية على افتراضات. تمام. اهو زي ما احنا شايفين الجنرال كيميكال ايكويشن بتاعة الفوتوسينثيس بروسيس، جه فانيل حطها وشاف الايكويشن اللي هو استنتجها من التجربة بتاعة البكتيريا. خلاص، وقال مادام والله الاكسجين طالع من الووتر خلاص، لان عنده كان السلفر طالع من الهيدروجين سلفايد، يبقى الاكسجين خلاص كده طالع من الووتر وكده خلاص تمام. جم بعد كده مجموعة من العلماء بيعملوا تجارب تأكيدية بيأكدوا بيها يا جماعة كلام فانيل. تمام، يعني التجارب اللي هناخدها بعد كده دي تجارب بتأكد الكلام اللي وصله فانيل، اللي هو ايه؟ ان الاكسجين اللي طالع ده ناتج من الووتر. طيب، جم بعد كده مجموعة من العلماء، تمام، قالوا طب والله احنا عندنا دلوقتي فانيل بيقول ان الاكسجين طالع من الووتر، تمام، نتيجة للتجربة اللي عملها، احنا عايزين نتأكد. فهناخد الايزوتوب، الايزوتوب اللي هو النظير بتاع الاكسجين اللي هو O18. هو المفروض الاوريجينال اللي هو الاكسجين العادي خالص اللي هو O16. فاحنا هناخد الايزوتوب ايه بتاعه، الايزوتوب اللي هو O18 هنحطه في الووتر، تمام، ونشوف الاكسجين اللي طالع هل اكسجين ايزوتوب ولا عادي. هوريكم بردك بالايكويشن عشان تثبت في دماغكم. زي ما انتم شايفين اهو، اول تجربة عملوها في الووتر حاطين الايزوتوب اللي هو النظير بتاع الاكسجين اللي هو O18. خلاص، في الووتر شايفين في الاخر الاكسجين طلع ايه؟ 18. يبقى الاكسجين طلع منين؟ من الووتر. تمام، ادي اول تجربة تأكيدية. تاني تجربة تأكيدية ان هما هيعكسوا، هيخلوا الايزوتوب اكسجين اللي هو النظير بتاع الاكسجين هيخلوه في الكربون دايوكسيد. تمام، لقوا الاكسجين اللي طلع عادي، الاكسجين العادي اللي هو 16 شبه مين؟ الووتر. فدي تاني تجربة تأكيدية. خلاص، نفهم من الدرس ده ان فعلا الاكسجين اللي ناتج من الفوتوسينثيس بروسيس طالع من مين؟ من الووتر وليس من الكربون دايوكسيد. تمام كده، زي ما انتوا شايفين الدرس بتاع النهاردة بيوضح لنا حاجة مهمة جدا، ان العلم اللي احنا بنحصل عليه مش قايم على افتراضات، حتى لو الافتراضات دي بتبان لك ان هي صحيحة وتمام وكده وكله يعني باين ان هو صح، الا ان لازم بالتجربة واكتر من تجربة عشان تثبت حقيقة علمية. ما ينفعش تثبت حقيقة علمية من خلال افتراضات. تمام كده، وبكده يبقى خلاص درس النهاردة.